السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم جميعا. كنتمنى الفيديو يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم. الفيديو اليوم معنا البرتقال والجزر، معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة السكر، السكر اللي غادي نعمله مع العصير البرتقال. غادي نعمل عصير برتقال مع الجزر وكيفية تجميد العصير برتقال في المجمد. أول شيء نبدأ الجزر، كمية العصير غادي نعمل السكر، نحركها مزيان كلها في الوجه. هذه كافية، غادي نقسمو هيدا كامل وغادي نعملو في المجمد. عاود غادي نعمل آخر الجزر، كيف ما كتشوفو هو معدل. غادي نكب عليه العصير، معلقة صغيرة سكر، قرفة، غادي نخلط. غادي يصير معنا عصير مع الخضر رائع للصحة، وجبة رائعة. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم يكون عند حسن الظن ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.